بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، ثانوية ثانية متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم. إذا ما زلنا معكم مع تصحيح الاختبار الأول لمادة الرياضيات. بعدما حلينا التمرين الأول التمرين الثاني وصلنا إلى التمرين الثالث. طبعا راح ندير لكم رابط التمرين الأول التمرين الثاني أسفل الفيديو. اليوم جبت لكم حل التمرين الثالث، نبدأ على بركة الله. وش يقول التمرين الثاني؟ عفوا التمرين الثالث وش يقول؟ عليه ثلاث نقاط: أحسب ثم أكتب الناتج على شكل كسر واختزل إن أمكن. إذا عندكم عبارة أ، عبارة ب، عبارة س. سؤال ثاني يقول قارن بين الكسرين 2 و23 على 11. سؤال ثالث اختزل الكسر 168 على 66. يلا نبدأ مع بركة الله ونسمي الله بسم الله. إذا لاحظوا معي نكتب التمرين الثالث، نلاحظ أن في هذا السؤال هناك ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول أحسب، إذا نبدأ بالحساب، نبدأ بحساب العبارة أ. ثاني شيء أكتب الناتج على شكل كسر، راح نكتب النتيجة على شكل كسر. ثم أخيرا يقول اختزل إن أمكن، يعني راح نختزل إذا كان قابل للاختزال. نبدأ على بركة الله. إذا نكتب في أول خطوة عبارة أ كما هي. شوفوا معايا، إذا عندنا عبارة أ تساوي، عندنا بين قوسين 2 على 5 زائد 4 على 5، إذا عندنا مجموع كسرين مقامهما المقام تاعهم مختلفين. ثم عندنا عملية الضرب. إذا في مثل يعني هذه الحالات واش راح ندير؟ طبعا نستعمل الأولوية. احنا عندنا ان الاولويه دائما للاقواس، الا راح نبداو العمليه الموجوده داخل الاقواس. اذا واش نكتب؟ ا تاعي ماذا تساوي؟ شوفوا معايا، ا تاعي تساوي، اذا داخل الاقواس كاين عمليه جمع كسرين، نلاحظ ان 15 من مضاعفه 5، اذا هنا نوحد المقامات راح يكون المقام المشترك هو 15. اذا نكتب 2، نخلي القوس هكذا باش نوحد المقامات. هنا عندي 5، هنا نعلم ان في جدول الضرب كي نضرب 5 في 3 نتحصل على 15. هنا نضرب في 3، ما ننساش نضرب في نفس العدد في البسط، نضرب 2 في 3. ثم زائد اكمل العملية تاعي 4 على 15، نغلق القوس تاعي في 2 على 3، أتابع العملية تساوي. شوفوا معايا، هنا أصبح عندنا 2 في 3 6، مادام ما كملتش العملية نخلي الأقواس، 5 في 3 15 زائد 4 على 15، نغلق القوس في 2 على 3. يكون ما نغلقش القوس راح تصبح العملية كالتالي: 6 على 15 زائد 4 في 15 في 2 على 5. تصبح العملية الأولوية ل 4 على 15 في 2 على 5. حذاري من الأقواس، نخليها دائما حتى الآخر خطوة. إذا أ تاعي ماذا تساوي؟ هنا عندنا مجموع كسرين لهما نفس المقام، نتابع ندير نفس المقام 15 ونجمع البسطين 6 زائد 4، دائما نخلي القوس الأقواس في 2 على 3، أعتذر، في 2 على 3، وتساوي هنا 6 زائد 4، آخر عملية نحل الأقواس، 6 زائد 4 10 على 15 جداء 2 على 3. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن مفهوم. إذا هنا عندنا جداء كسرين، وتابع العملية، هنا 10 في 2 20، 15 في 3 45، 5 في 3 15، 1 3 في 1 3 4، 45. الآن تحصلنا على النتيجة التالية: أ تاعي تساوي 20 على 45. إذا هذه هي النتيجة، ولكن يقول اكتب النتيجة على شكل كسر كتبتها ثم اختزل إن أمكن. طبعا هنا يمكن الاختزال، إذا هذه راح تساوي، فاش نقسم؟ هنا عدد يقبل قسمة على 5 لأن أحده 0، وهنا يقبل قسمة لأن أحده 5. إذا نقسم 20 تقسيم 5 على
45 تقسيم 5 ويساوي 20 تقسيم 5 4 و 45 تقسيم 5 9. إذن الناتج، إذن أ تاعي ندير الشرطة هكذا تساوي 4 على 9 وهي النتيجة. أضعها في إطار. إذن بعدما انتهيت من أ عبارة نولي لعبارة بي. عبارة بي تقول 2 زائد 4 على 5. شوفوا معايا هنا عندنا مجموع كسرين، ولكن يقول أحدكم أستاذة ولكن عندي عدد طبيعي زائد كسر. إحنا نعلم أن عدد طبيعي ممكن دائما كتابته على شكل كسر، نكتبه على شكل 2 على 1 هو نفسه 2 زائد 4 على 5. هنا واش راح ندير؟ نوحد المقامات. باش نجمع كسرين لازم نوحد المقامات. كيف ذلك؟ هنا بين 1 و 5، إذا 5 من مضاعفة 1. إذا واش راح ندير؟ هنا نضرب المقام المشترك حيكون 5، هنا نضرب في 5 وهنا في 5، تولي لي عبارة ب تساوي 2 نضرب البسط والمقام باش نتحصل على كسر يساوي، إذا 2 في 5 على 1 في 5 زائد 4 على 5. ثم بعد ذلك عبارة بماذا تساوي؟ تحصلنا على مقام مشترك، ندير خط الكسر هكذا ثم نجمع البسطين، 2 في 5 10 زائد 4، أتحصل 10 زائد 4 14 على 5. إذن عبارة ب هي النتيجة هي 14 على 5. الآن السؤال الأخير، هل أختزل؟ أقول لا. لماذا؟ لأن 14 و 5 ليس لهم قاسم مشترك. إذن ندير النتيجة تاعي في إطار، نجي لعبارة ب وأكمل بنفس المنهجية. نجي لعبارة سي، سي تساوي 12 على 15 ناقص 3 على 45. هنا نلاحظ أن المقامين مختلفين، إذا نقول نوحد المقامات. لماذا نوحد المقامات أستاذة؟ باش نجمع البسط مع البسط، لأننا كي يكون عندنا مقامات مختلفة في الكسور ما نقدرش نجمع ما نقدرش نطرح. هنا عندنا طرح كسرين، إذا سي تاعي ماذا يساوي؟ إذا هنا عندنا 15 وهنا 45، نلاحظ أن 45 هو من مضاعفات 15. واش معناتها أستاذة؟ معناتها 45 ممكن كتابته على شكل 3 في 5 في 15. إذا هنا راح نضرب في 3 والبسط أيضا في 3، أتحصل على التالي 12 في 3 على 15 في 3 ناقص 3 على 45، أتحصل على عبارة سي كالتالي، سي تساوي 12 في 3 2 في 3 6 3 في 1 3 36 على 45 ناقص 3 على 45، أتحصل على التالي، ندير مقام مشترك اللي هو 45 ثم نطرح البسطين، إذن 36 ناقص 3 وتساوي 36 ناقص 3 يساوي 33 على 45. إذا عبارة سي تاعي الناتج هي على شكل كسر، حسبت ثم درت على شكل كسر 33 على 45. هل توجد أو يوجد قاسم مشترك بين 33 و 45؟ أقول لا، وبالتالي الكسر التاعي لا يمكن اختزاله، أترك النتيجة كما هي. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. نتابع السؤال الثاني، يطلب منكم قارن بين الكسرين 23 على 11 و 2. كي يطلب منكم المقارنة بين الكسرين، طبعا 2 هذا ممكن كتابته على شكل 2 على 1 باش نقول الكسر 23 على 11 و 2 على 1. دائما كي يطلب منكم مقارنة بين كسرين لازم أول حاجة نشوف هل المقامين لهما نفس المقام. هنا في هذه الحالة 2 على 1 له مقامه 1 و 23 على 11 مقامه 11، إذن لهما مقامين مختلفين. هنا في هذا نقول نوحد المقامات باش نقارن أي كسرين مقامات، لازم نوحد المقامات، لازم يكون لهم مقام نفسه في الكسرين. إذا شوفوا معايا، إذا راح 2 على 1 ماذا يساوي؟ 2 على 1 راح نكتبه على شكل كسر مقامه 11، إذا هنا راح نضرب في 11 وهنا 11، إذا 2 في 11 على 1 في 11
أتحصل على الكسر التالي 2 في 11 22 على 11. إذن تحصلنا على 2 هو نفسه 22 على 11. إذن 2 هو نفسه 22 على 11. الآن يمكن المقارنة بين 22 على 11 و 23 على 11. نقول لدينا التالي، لدينا سواء نقول 22 أقل من 23 أو نقول 23 أكبر من 22. مثلا نختار نقول 22 أقل، هذا يعني كي ندو شوفوا معي كون ندير هك تحصل على 4. إذا هنا أصغر، هنا نكتبه لكم أصغر من 23. منه راح يكون الكسر 22 على 11 يبقى دائما أصغر من 23 على 11. إذن هل نترك هذه هي الإجابة؟ لا، وعوض الآن 22 على 11 هو 2. إذن نقول 2 أقل من 23 على 11. حذاري نولي دائما للسؤال 23 على 11، وبالتالي نكون قد أجبنا على هذا السؤال. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع سؤال الأخير. يقول سؤال أخير اختزل الكسر 168 على 66. دائما كي يطلب منكم عملية اختزال أي كسر لازم نلقاو قواسم مشتركة بين البسط والمقام، ثم نقسم القاسم المشترك هذا على البسط وعلى المقام في آن واحد. شوفوا معي هنا نلاحظ أن 168 هو عدد زوجي، نبدأها بأقل قاسم وهو العدد 2. إذا هنا عدد زوجي وهنا عدد زوجي، إذا راح نقسم الكسر التاعي على العدد 2. إذا نقسم 168 تقسيم 2. حذاري فقط كي نقسم البسط على 2 لازم نقسم المقام أيضا على 2، لهذا الشيء نقول القاسم المشترك ويساوي. كي نقسم 168 على 2 شحال راح نلقاو؟ نلقاو 84. إذا نكتب النتيجة 84 على كي نقسم 66 على 2 نلقاها 33. الآن القاسم الذي يلي 2 و3، نشوف نتحقق هل الكسر هذا المقام تاعه والبسط تاعه يقبل على 3. إذا قابلية القسمة على 3 واش قلنا؟ نجمع الأعداد 4 زائد 8 12، و 12 يقبل قسمة على 3، و 33 3 زائد 3 6، 6 يقبل قسمة على 3. إذا الكسر التاعي راح يقبل على 3، يقبل القسمة على 3. إذا نقسم البسط والمقام على 3 وهكذا. دائما استعملوا هذه الطريقة باش تلقاو الكسر المختزل. يساوي كي نقسم 84 على 3 واش راح نلقاو؟ راح نلقاو 28. تقسيم 33 تقسيم 3 راح نلقاو 11. الآن هنا مرة أخرى، هل 28 عدد زوجي؟ نعم. 11 ليس عدد زوجي، إذا لا يقبل قسمة على 2، لا يقبل قسمة على 2. 28 هل يقبل قسمة على 3؟ لا. على 11 هل يقبل على 3؟ لا. نلاحظ أن 28 و 11 لا يوجد لهما قاسم مشترك، وبالتالي أتوقف عند هذا الحد. نكتب 168 على 66 يساوي الكسر المختزل اللي هو 28 على 11، ونضع النتيجة في إطار ونكون عند نهاية التمرين الثالث. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا التمرين. تمنيتي لكم بالتوفيق في الاختبارات. سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.